سناب الشرقية أقوى حساب للتغطيات اليومية، مطاعم ومقاهي، فنادق وشاليهات، معارض وفعاليات، عروض وخصومات. ومن مدينة الجبيل راح نشوف اليوم مدارس زين الأهلية، من أحدث المدارس في مدينة الجبيل، حضانة روضة تمهيدي. راح نشوف المرافق اللي عندهم والخدمات اللي يقدمونها لأبنائهم. نبدأ معكم تغطية مدارس زين الأهلية في مدينة الجبيل. هذا المدخل الرئيسي، وهنا ساحة الألعاب. هنا مدخل المدارس، هنا مكتب الإدارة، مكتب المحاسبة. مدارس جديدة، حضانة روضة تمهيدي. هنا صالة ألعاب داخلية مكيفة، والألعاب فيها متنوعة، يعني إذا الجو حار برا ولا ما يناسب فيجون داخل هنا في البرد. هنا أحد نماذج الفصول في مدارس زين الأهلية، موفرين لهم الوسائل التعليمية في دواليب خاصة، دولاب لكل طالب يحط فيه شنطته وأغراضه. باقي الفصول فيها أطفال فما نقدر نصورها كلها، وريناكم أحد النماذج. عندنا هنا معمل اللغة الإنجليزية، وعندهم بعد معمل للحاسب الآلي. هنا وانتم بكرامة دورة المياه جديدة ونظيفة. كذا شفنا مع بعض مدارس زين الأهلية في مدينة الجبيل، حضانة روضة تمهيدي. الله يعطيكم العافية على حسن المتابعة. بحط حسابات من السوشيال ميديا في السناب الجاية مع رقم التواصل اللي حاب يستفسر. نشوفكم على خير.